أسعد الله أوقاتكم متابعين الكرام أسأل الله أن تكونوا بخير أنتم وأحبابكم ومن حولكم اليوم توقعاتنا على يوم الثلاثاء 12 نيسان طبعا القمر موجود في برج الأسد في ساعات عصر يوم الثلاثاء بده ينتقل لها برج العذراء رح نحكي بالتفاصيل بعد خلو المسار الانتقال وتأثيراته على جميع الأبراج إن شاء الله طبعا القمر الآن موجود في منزلة الصرفة وهي منزلة للربح والضرر والخراب وإصلاح الشركاء والثبات ورح يمكث القمر في هاي المنزلة لغاية الساعة عشرة وثمان دقائق من مساء اليوم الثلاثاء ينتقل القمر بعدها لمنزلة العواء وهي منزلة للربح والحرية والزواج طبعا القمر موجود الآن في برج الأسد موعد بث الحلقة اللي هو مساء يوم الاثنين فعشان هيك من الآن لغاية ساعات العصر يعني تقريبا الساعة ثنتين بتوقيت غرينتش أو ما بعدها بقليل بنتقل القمر لبرج العذراء فبما أنه موجود في برج الأسد فبيكون الناس من حولنا في هاي الفترة أكثر كرما مما اعتدنا من الناحيتين المادية والعاطفية بيكون التركيز حول الإستمتاع والترفيه وتبادل العاطفي مع الحبيب وبوسعنا التقرب من المسؤولين ومحاولة الحصول على بعض المطالب العادلة بوسعنا إقتراض المال والإستثمار وإقتناء حلية آه ثمينة التحلي بالشجاعة إرتداء ملابس أنيقة بتلفت إنتباه الآخرين لإلنا لا بالنسبة للزاوية البطيئة طبعا في عنا زاويتين بطيئات واحد اليوم ذروتها اللي هي محطوطة على عنوان الفيديو اللي هي الاقتران ذروة الاقتران ما بين المريخ وما بين نبتون اليوم راح يكون وفي الزاوية طبعا اللي هي زاوية التسديس الإيجابية اللي هي بين الشمس وبين زحل وهي زي ما حكينا انه ذروتها يوم 13 أربعة ولكن انه هي مستمره في تاثيراتها لغايه يوم 17 أربعة وهاي الزاويه بتحسن قدرتنا على تنظيم شؤوننا وتحمل المسؤوليه. اما بالنسبه للزوايا اللي اليوم راح تتشكل في زاويه تقابل سلبيه بين القمر وبين زحل وهي بعد 50 دقيقه بعد منتصف الليل اللي هي ليل الاثنين على الثلاثاء احنا نذكرها دائما صباحا يعني 12 و50 دقيقة بتوقيت جرينتش صباحا من صباح اليوم الثلاثاء فمنواجه مصاعب وعرقية اللي بتطلب منا ان نبذل جهد لنتغلب عليها بانفسنا والا نعتمد على الحظوظ وبيفتقر البعض للشجاعة اللازمة لمواجهة مشاكلهم فبيلجأوا للهروب الى الماضي بدل من مواجهة الحاضر أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تقابل سلبية بين القمر وبين المريخ وهي رح تكون في تمام الساعة 10 و 16 دقيقة صباحا بتوقيت غرينتش بتخلق لدينا شعور بالملل من أي عمل روتيني فمنكون بحاجة للهدوء والتحلي بالصبر في أي مسعى منقوم فيه يفضل أخذ فترة من الراحة لاستعادة نشاطنا من جديد واللي بيكون محبط عاطفيا بثور ثورة عارمة من الغضب بعد هاي الزاوية مباشرة ببدأ عنا خلو المسار خلو المسار رح يبدأ في تمام الساعة 10 و 16 دقيقة صباحا بتوقيت غرينتش من صباح اليوم الثلاثاء وبيستمر حتى تمام الساعة 2 و 7 دقائق عصرا بتوقيت غرينتش لينتقل القمر بعدها لبرج العذراء هذا بيعني أنه الفترة المذكورة ما بين الساعة عشرة والساعة ثنتين فترة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شيء ثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار الساعة ثنتين وسبع دقائق عصرا بتوقيت جرينتش القمر بنتقل من الأسد للعذراء فخلص بصير تأثيراته أنه هو موجود في برج العذراء عشان هيك بصير تأثير برضو تأثيرات برج العذراء على جميع الأبراج فخلال هذا يعني خلال ما بعد الساعة 2 و دقائق عصرا بتوقيت جرينتش منعود لطبيعتنا الجادة ننتبه أكثر لصحتنا بممارسة تمارين رياضية أو البدء بحمية بتساعدنا في المحافظة على وزن مناسب بنقبل على عملنا بهمة ونشاط ما نترك واردة أو شاردة دون تفحصها نجد أنه عنصر التنظيم في عملنا بيلعب دور هام بنشعر أنه الناس شحيحون في عطائهم ماديا وعاطفيا ممكن ننتقد أنفسنا أو نتوهم أمراض ما إلها أي وجود في هاي الفترة وهي أفضل فترة للتخلص من عادة سيئة كالتدخين وشرب الكحول بوسعنا عنا اقتناء حيوان أليف أو مطالعة كتاب مفيد أو البدء بوظيفة أو عمل جديد طبعا الزاوية اللي ذكرناها واللي محطوطة بعنوان فيديو اليوم اللي هي زاوية الاقتران الإيجابية بين المشتري وبين نبتون وأنا ذكرت من أول ما صار تأثير هاي الزاوية اللي هو يوم 31 ثلاث قلت أنه ما رح أذكر أي تأثيرات خلي اللي بده يعك يعك واللي بده يحكي يحكي من تبعين او مدعين علم الفلك وخليهم يحكوا زي ما بدهم عن هاي الزاويه وانا في يوم ذروتها بوعدكم انه انا اعطيكم لمحه مختصره عن هاي الزاويه وتاثيراتها طبعا في من الفلكيين ناس قال يعني انها زاويه سلبيه وبتحذر بمشاكل وانهيار عمله واسواق المال ومش عارف ايش وناس حكوا عن الحرب انها لها سبب في هذه الزاويه وناس حكوا عن كورونا انه لها علاقه بهي الزاويه وانه المشتري لما بيعمل هاي الزاويه يعني بتروح اعراض كورونا بعدين بترجع بتيجي ومش عارف ايش من هالكلام يعني كل واحد اجتهد بفلسفته الخاصه عن هذا الموضوع ولكن بدي اشرح لكم اياها بشكل مبسط عشان انتوا تعرفوا تاثير الزوايا، هاي الزوايا من الزوايا اللي تاثيراتها ما تظهر حتى لو ذروتها اللي هي من 31/3 ل 25/4 انه في هاي المده بصير التغيير، هو التغيير بدا ما قبل الزاويه وراح يستمر ما بعد هاي الزاويه حتى ممكن يستمر لاكثر من 12 سنه لع لعند الاقتران القادم اللي هو راح يكون في برج الحمل فعشان هيك آه يعني خلينا نعطي لمحة عن هذا الاقتران شو بسبب هذا الاقتران بمختصر بدنا عشان نقول لكم قبل 170 و 140 و 200 سنة ومش عارف ايش وندخل لكم في دوامة ما بين الصح والغلط والامور هاي لا احنا بدنا نذكرها على الاقرب اللي هي قبل 12 سنة ايش اللي صار لما صار الاقتران هذا في برج الدلو لما صار الاقتران هذا في برج الدلو اللي صار انه صار في تطور تكنولوجيا آه خصوصا انه ده له علاقه بالاكتشافات او في التحديثات او في التطوير فصار طبعا التطور في آه الامور الاتصالات والمواصلات اللي لها علاقه بالكمبيوترات والتلفونات تغيرت آه صيغه التليفون آه على عدة مراحل لحد ما وصل للتكنولوجيا الحديثة اللي احنا الآن ماشيين عليها اللي هي الاندرويد والامور هاي والاتصالات من خلال التليفون والصورة وفيديو واشياء هاي اللي كان ما قبل 12 عام هذا الموضوع يعني حتى اللي بيحكي فيه بيحكي في عالم آه يعني غريب او آه مبهم او آه آه ضرب من الجنون طبعا السنة هاي الاقتران هذا راح يصير في الحوت وبما انه راح يصير في الحوت وهو برج له علاقة بالخيال له علاقة بالفن له علاقة بالتطور في المجالات الفنية والمشتري اللي بعطي يعني اندفاع عالي جدا من الطاقة الإيجابية في هذا التطور والذكاء العالي معناته إحنا مقبلين على مرحلة جديدة لمدة 12 سنة قادمات هدول ال 12 سنه لهم علاقه بتطور التكنولوجيا باكثر من اللي احنا عايشينه، يعني بمعنى اخر رح ندخل لعالم الخيال المرعب جدا بمعنى اخر اللي هو مثل التحديثات لبعض الشركات اللي صارت تحكي عن العالم الافتراضي ونعيش بالعالم الافتراضي ونصير تطورات انه الناس تشتري وتتملك اراضي وتبني وتلبس وسيارات و, و كله في العالم الافتراضي فهي لمحه كانت عن هذا التطور طبعا راح برضو يتطور الامر بمجال التصوير بمجال برضه مرعب بمجال الفن برضه بشكل كبير الافلام والتكنولوجيا التلفزيون, التلفزيون والسينما والامور هاي رح تتطور بشكل اكبر وبشكل مرعب. اما بالنسبه للامور الاخرى فبما أن المشتري ونبتون والبرج له علاقه بالسوائل رح يصير في نوع من انواع التكنولوجيا بديله للسوائل او لتطور امور اللي هي كيف سيارات الهايبريد اللي هي الكهرباء ممكن تتطور بشكل أكبر استغناء عن اللي هي الغاز أو الأمور السائلة كالنفط يعني البديل لهاي الأمور ممكن تظهر في خلال اثنا 12 سنة القادمة برضو أمور إلها علاقة بالطب واكتشافات طبية أو اكتشافات علاجية لبعض الأمراض اللي كانت مستعصية في الحقب الماضية الآن ممكن يصلوا لاكتشافات حديثة في المجال الطبي. أما بالنسبة للتأثير عادة لهي الزوايا لما بتصير فإحنا ما بدي أطول أكثر من هيك يعني هيك المختصر للصورة القادمة من الانفتاح أو التكنولوجيا أو التطور القادم. بالنسبة لهي الزاوية عادة إحنا لما بتصير بنقول إنها هاي فترة مناسبة للإلهام وهذا الحكي أنا كنت أحكيه في الفترة الماضية برضو الأرباح المالية عن طريق توسط صديق أو جمعية وبما أنه ذكرنا الأمور المالية برضو ممكن تظهر بعض العملات الرقمية اللي ما إلها علاقة بالورقية أو ندخل بعالم التكنولوجيا الخفي نكون كل الأرقام والأشياء اللي إحنا بنتعامل فيها والتبادلات المالية هي عبارة عن أرقام بالهواء ما إلها أي قيمة إلا أنها رقم مالي موجود على الانترنت اللي هو كيف البيتكوين والامور هاي ولكن راح يصير الامر دول كامله تتعامل فيه ويطرحوا على انها عمله دول بديله للعمله الورقيه وهي طبعا ما راح تصل للدول العالم الثالث يمكن يبداوا فيها بالعالم الغربي او العالم المتطور قبل ما توصل لنا ولكن هي بدايه لحقبه جديده ماليه برضو في هاي الفترة بتنتهي وضعية حرجة ، الوضعية هاي الحرجة ممكن تكون بداية نهاية حدث عالمي يبلش ينتهي في هاي الفترة ، اما بالنسبة للوقوع في الحب من اول نظرة فهذا عموم الناس بصير عندهم شفافية للحب بشكل كبير لدرجة انه سهل جدا اي شخص يقع بالغرام بس مجرد انه من نظره من كلمه من شغله زي هيك وتتطور الامور بشكل اسرع بالفتره القادمه بالنسبه لعالميا دائما بنذكر انه هاي الزاويه لما بصير اقتران بنقول ازدهار التجاره الخارجيه خصوصا القطاع البحري منها وهذا ذكرناه في الايام الماضيه فالقطاع البحري اللي هو السوائل والشحن والامور هاي راح يصير فيه تغييرات عليها عقد صفقات تجاريه بخصوص الصيد البحري والمنتجات خصوصا البتروكيماويه مع دول اخرى راح تتطور بشكل اكبر برضه امور لها علاقه بالمياه والكهرباء راح يصير في نوع من الحلول او لبعض الدول الناميه اهم تاثير لهذا الاتصال هو الجانب العقائدي لبلد معين يصير الازدياد أو زيادة الاهتمام بالدين والعقيدة عند بعض الدول وهذا بدل على انتشار دين أو عقيدة معينة عند الناس أو رجال دين جدد بيجددوا الدين بطريقة معينة في الناس بلفت انتباههم هذا الأسلوب بيزيد احترام الناس برضو لرجال الدين والآئمة طبعا مش الصور الموجودة في أئمة جدد رح يظهروا في خلال الفترة هاي يصير لهم شعبية ويصير لهم تابعين كما بتزيد هيمنة أحزاب اليسار بيصير لها تواجد اللي هي دائما اللي بترفض أو اللي بتطالب بالتجديد وتأثيرها على القرارات وخصوصا في الحكومات طيب خلينا نروح على الزاوية اللي بعديها بدناش نطول أكثر من هيك في شرح هاي الزاوية الزاوية التي تليها هي زاوية تثليث إيجابية بين القمر وبين عطارد وهي راح تكون في تمام الساعة ثمانية وأربعة وخمسين دقيقة مساء بتوقيت غرينتش بنشعر بقوة الفكر والقدرة على الإدراك الجيد للأمور بالإضافة إلى نشاط الذاكرة وسرعة البديهة. بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية طبعا من الآن لغاية ساعات عصر يوم الثلاثاء بظل القلب والشريان الأورطي الدورة الدموية ضغط الدم معدل ضربات القلب العمود الفقري والظهر والجانبان هدول هم اللي أكثر حساسية في ساعات ما بعد العصر اللي هو بعد الساعة 2 و 7 دقائق بعد انتقال القمر للعذراء بصير البنكرياس الأمعاء الدقيقة الأعور أو المصران الأعور القولون الجهاز الهضمي الاثنى عشر المستقيم أجهزة الإحساس اللي هي مثل العيون والأذنين بالنسبة لهذا اليوم طبعا لأنه في عنا خلو مسار ما قبل خلو المسار ينصح بالعمليات الجراحية وما بعد خلو المسار يوصى بال... برضو يوصى بجراء العمليات الجراحية إذا كانت العملية اضطرارية ما في أي مشاكل وإذا كان بالإمكان تأجيلها ليوم الأربعاء بيكون أفضل هذا اليوم مناسب لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة إذا كانت اضطرارية ولكن إذا كان في مجال تأجيلها ليوم الأربعاء بيكون أفضل آه هذا اليوم برضو آه لا يصلح لإزالة الشعر الزائد يصلح لقص الشعر التجميلي والصبغ ولا يصلح للقص العلاجي. اما بالنسبه لمطعوم كورونا فاليوم ممكن تظهر بعض الاعراض اللي لها علاقه بالغثيان او الها علاقه بالصداع لزياده عن يعني اللزوم فما بنصح في هذا اليوم اخذ اللقاح اذا كان بالامكان تاجيله بكون افضل ولكن اذا كان اضطراري بده يسال الطبيب اول شيء بالنسبه للاسبرين بالنسبه له وبرضه اللي هو البنادول اللي هو كل ست ساعات وانتيبيوتيك كريم اللي ينحط يندهن مكان اللقاح لانه ممكن يصير فيه الم بالكتف اكثر من المعتاد فعشان هيك لازم انه يستشير الطبيب في بعض الاعراض. بالنسبه للقمر بما انه رح ينتقل لبرج العذراء معناته خلو المسار القادم رح يكون يوم الخميس 14/4 بيبدا خلو المسار الساعه 6 و11 دقيقه مساء بتوقيت جرينتش وبيستمر حتى تمام الساعه ثمانية و45 دقيقه مساء بتوقيت جرينتش ليستقر القمر بعدها في برج الميزان اما بالنسبه لعمر القمر فما زال القمر آه القمر المحدب عمره 11 يوم في تمام الساعه 11 و21 دقيقه ظهرا بيصبح 12 يوم نسبة الإضاءة 80% بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الحمل حتى يوم عشرين أربعة طبعا سعيد بنسبة 70% الآن ولكن مع ساعات يعني نقدر نحكي العصر بيصير سعيد بنسبة 45% القمر في الاسد بده ينتقل للعذراء ورح يمكث في العذراء لغاية يوم 14 اربعة منتحس بنسبة اربعين في المية اليوم عطارد في الثور حتى يوم تسعة وعشرين اربعة سعيد بنسبة خمسة واربعين في المية الزهرة في الحوت حتى يوم اثنين خمسة سعيد بنسبة خمسة وعشرين في المية المريخ في الدلو حتى يوم 15 أربعة طبعاً بلشت التأثيرات السلبية لانتقال المريخ من خلال اليوم بتبلش تأثيراته ما بين حرائق وتفجيرات أو أعمال عنف وأمور إلها علاقة بالنيران والحوادث طبعاً تأثيراتها بالظل مستمرة لغاية ما بعد الانتقال بثلاث أيام يعني لا يوم 18 أربعة من اليوم ليوم يوم 18 أربعة

بلوتو في الجدي حتى يوم 29 أربعة سعيد بنسبة 15% اوصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل من الآن لغاية ساعات عصر يوم الثلاثاء بتظل رغبتكم قوية في التقرب من أحبائكم وقضاء وقت ممتع معهم وهي فترة مثمرة إيجابية بتستعيد إشراقتك وبتسحر الكثيرين بحضورك الباهر والجو مناسب لتلبية الدعوات وباستطاعتك المبادرة بأي أمر فالظروف ملائمة برضو للمغازلة والمصالحة ولتكرار المحاولات لغاية ساعة العصر من ساعة العصر بصير التركيز كله على الأمور الصحية فممكن تنتبهوا اكثر لصحتكم او تعملوا شيء له علاقه بالصحه وبرضه بدكم تنتبهوا على اعمالكم لانه بيصير يتراكم العمل اكثر من المعتاد وممكن تجدوا صعوبه في انجاز الكثير من اعمالكم برج الثور بتظل الأمور البيتية والعائلية هي اللي بتأخذ القسط الأكبر من تفكيركم من الآن لغاية ساعات عصر يوم الثلاثاء فبتجدوا تعاون من أفراد العائلة وممكن تضطروا للاهتمام بتصليحات منزلية أو غيرها أهم شيء إنكم ما تفقدوا الاتزان وثقة الأحبة ممكن تقلق بشأن صحة أحد أفراد العائلة أو ربما مسألة شخصية أو مصاريف إضافية لها علاقة بالبيت والعائلة طبعا من ساعات ما بعد عصر يوم الثلاثاء بتبحثوا عن قاسم مشترك بيجمعكم باحبائكم وبتعيشوا لحظات سعيده وناجحه وانفراجات وتطمينات ورومانسيات الاجواء بتصير ممتازه جدا ودعم لألكم بقوه برج الجوزاء من الآن ولغاية ساعات عصر يوم الثلاثاء بتكثر عندكم الاتصالات والتنقلات ومنكم أشخاص ممكن يخرجوا في نزهة قصيرة وبكون لكم نوع من أنواع التعامل مع أخ أو جار وبرضه بتتمتعوا بسرعة بديهة وخاطر وباستطاعتكم مناقشة الأمور الصعبة وطرح أفكار جديدة ممكن تحصلوا على فرصة جديدة لتفسير مشاعركم وتبرير مواقفكم وبتنشطوا بالتنقلات والاتصالات أما من ساعات ما بعد عصر يوم الثلاثاء بتعيدوا تنظيم أموركم البيتية والعائلية والعلاقات العائلية وممكن يطرأ عطل منزلي أو حدث عائلي يلفت انتباهكم أو تهتموا في أكثر من الشيء الطبيعي برج السرطان بتضل الأجواء مركزة من الآن لغاية ساعات عصر يوم الثلاثاء لها المكاسب المالية اللي بتيجي من عمل إضافي أو مستردات هبات دعم هدايا هاي الأمور أه وممكن إنكو يعني تديروا بالكم بس من أي خطوة مالية جديدة لا سيما شراء حاجية ثمينة خلال هاي الفترة أه ممكن تعالجوا استحقاق مالي أهم شيء أنكم ما تتسرعوا بتوظيف الأموال بل دققوا بالتفاصيل بتطمئن خواطركم نوعا ما وبتتحسن عندكم المعنويات بشكل ملحوظ أما في ساعات ما بعد العصر عصر يوم الثلاثاء بتنشطوا في التنقلات والاتصالات والحوارات والنقاشات ولكن تكونوا أكثر وعي على الطرقات أثناء تنقلاتكم برج الأسد طبعا ما زال النشاط مسيطر عليكم ورح يضل مسيطر عليكم بشكل أقوى أقوى وأكبر لغاية ساعات عصر يوم الثلاثاء بتعيد يعني نشاطكم بصير زيادة عن اللزوم بوسعكم المبادرة بخطوة جديدة دعم من مركزكم الاجتماعي الفترة هاي بتحمل انفراجات وتقدم ملموس بعد مراوحة وركود عليكم التحلي بالحكمة وواقعية الأمور بتشتد عزيمتكم وبترتفع المعنويات وبتستعيدوا سيطرتكم وبتحققوا نجاحات باهرة. أما من ساعات العصر عصر يوم الثلاثاء بتنهمكوا في ضبط ميزانيتكم، أهم شيء إنكم تبتعدوا عن المشتريات الغير ضرورية واحرصوا على مالكم من السرقة والضياع. برج العذراء بالنسبة لمواليد برج العذراء طبعا التعب اللي انتم بتشعروا فيه اللي له يومين اليوم برضو رح تضلوا شعرين بهذا التعب لغاية ساعات عصر يوم الثلاثاء بعدين بتتغير الأجواء فمن الآن لساعات العصر حاولوا تنظيم أموركم والمحافظة على صبركم المعهود أثناء تصريف الأمور والتعامل مع الغير ممكن تتدمروا من تأخير أو من سوء تفاهم أو التباس فحذروا من البدء بأي شيء جديد خلال الفترة هاي من الآن للعصر لا تسمحوا للقلق أنه يسيطر عليكم ويمنعكم من العمل والنشاط اعملوا بشكل روتيني ونظموا أموركم وضعفوا مجهوداتكم أي شيء من هذا التعب والإرهاق والتعطيل اللي بتشعروا فيه مع ساعات العصر ببلش ينتهي بتمتلئ نشاط وحيويه بتنقلب بعض الخيارات والتوجهات للوجه اللي بيناسب وضعك الحالي وبتتمتعوا بقدره عاليه على قلب المعطيات لصالحكم برج الميزان بتنشطوا اجتماعيا وبتلتقوا الأصدقاء من الآن لغاية ساعات العصر من ساعات العصر طبعا الأجواء راح تتغير ولكن من الآن للعصر منكم أشخاص ممكن يتلقى دعوة لحضور حفل أو مناسبة سعيدة اطلبوا المساعدة وما تترددوا بتقديم المساعدة بدوركم في نوع من أنواع التحالف راح يكون بينكم وما بين زملائكم أو أصدقائكم أو جيرانكم أهم شيء أنكم ما تبقوا وحدين اخرجوا للقاء الناس وانجزوا كل الأعمال الضرورية والمهمة قبل ساعة العصر لأنه من ساعة العصر القمر راح يصير في بيت المتاعب في العذراء فرح تدخلوا فترة غير مريحة بتلزمكم الانتباه أكثر لصحتكم أهم شيء أنكم ما توقعوا على عقد ما تحسموا أمر لأنه الفترة بتصير فارغة وسلبية وما فيه لا طاقة ولا الحظوظ بتدعمكم برج العقرب من الان ولغايه ساعات عصر يوم الثلاثاء بيتركز اهتمامكم حول المحافظه على مصالحكم في مجال العمل وهذا يوم مناسب للاشخاص اللي بيبحثوا عن عمل اهم شيء انكم تقدموا افضل ما عندكم لعلكم تحققوا انجاز او تقدم او تحرزوا مفاجاه خلال هذا اليوم ممكن تظهر متاعب عائلية أو شخصية المطلوب منكم أنكم تكونوا على قدر المسؤولية يعني فيها هاي الفترة شوية صعوبة أما من ساعات العصر بتنشطوا بين الأصدقاء ومنكم أشخاص ممكن يتوجه لهم دعوة لحضور حفل أو مناسبة أو يعني لقاءات ما بينكم وبين الأصدقاء برج القوس من الآن ولغاية ساعات العصر بتنشطوا في أمور إلها علاقة بالسفر البعيد أو الاتصالات البعيدة أو ممكن تشاركوا في حملة أو ورشة عمل وبتشتد رغبتكم في التقرب من أحبائكم وتعزيز العلاقة معهم بتلتقوا بوجوه أو آراء أو ثقافات مختلفة خلال هذا اليوم أجواء لطيفة بتحيط بحياتك وهذا شيء ممتاز أهم شيء إنكم تعززوا العلاقات الاجتماعية والعائلية الفترة هاي مثمرة على جميع الأصعدة من ساعات العصر الأجواء رح تتغير فبدكم تحافظوا على سمعتكم مصالحكم الاجتماعية الفترة بتصير مناسبة للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل أهم إشي إنكم تتجنبوا الخلافات والمغامرات والتهور ومخالفة القوانين واسعوا دائما لتلطيف الأجواء برج الجدي بتعيدوا تنظيم أموركم المالية المشتركة من الآن لغاية ساعات العصر عصر يوم الثلاثاء من جهة ثم فرصة لا بتصير لمكسب يجي من شراكة أو تعويض ولكن من جهة أخرى يجب الحذر من أي شراكة مالية جديدة ما بيناسبك إطالة الخلاف والزعل بل بدكم تسارعوا لتقريب وجهات النظر باستطاعتكم إدارة المفاوضات بشكل جيد ولبق ممكن تناقشوا موضوع بيتعلق بإرث أو موضوع مالي أما في ساعات ما بعد العصر عصر يوم الثلاثاء بتنشطوا في أمور العلاقة بالسفر والاتصالات البعيدة أهم إشي إنكم تكونوا أكثر وعي على الطرقات خاصة أثناء قيادة السيارة بين المدن برج الدلو من الآن لغاية ساعات العصر عصر يوم الثلاثاء بترغبوا في تدعيم شراكاتكم وهذا يوم مناسب للقيام بعمل بتطلب تعاون من طرف ثاني أهم شيء لا تنفعلوا حول الإضاءة على الإيجابيات ما بينفعك التوتر ولا الجدال عالجوا كل التطورات بموضوعية وأعصاب باردة لا تتسرعوا في اتخاذ القرارات أما في ساعات العصر بتصير الأجواء إلها علاقة بتنظيم أموركم المالية المشتركة والعلاقة بالأمور إلها علاقة ببنك أو دين قديم أو أموال مشتركة أموال الزوج مثلاً. أنجزوا أهمش الواجبات بدقة حتى ولو كثرت وحاولوا تنفيذها دون تردد وما تلتهوا بالأمور الثانوية. برج الحوت طبعا من الآن ولغاية ساعات عصر يوم الثلاثاء بتشعر أن العمل بتراكم تدريجيا عندكم أكثر من المعتاد انجزوا فقط ما بوسعكم من عمل دون المبالغة في ذلك برضو بدكم تنتبهوا لغذائكم وراحتكم ما تسمحوا للواجبات بالتزامن ولا بالتغراكم حاولوا تنجزوا المهم بعدين الأهم وكونوا أكثر تنظيما واحسنوا إدارة الوقت تجنبوا إثارة العداوات وإهمال وضعكم الصحي حاولوا تأخذوا قسط من الراحة وتهدأوا وكونوا عند حسن الظن أما في ساعات ما بعد العصر عصر يوم الثلاثاء بترغبوا في تعزيز شراكاتكم ولكن بدكم تكونوا أكثر تفهما لوجهة نظر شركاء المال والعاطفة أهم شيء لأن القمر بصير مقابلكم تماما فعشان هيك طاقتكم بتصير ضعيفة بدكم تحذروا من الخلافات وحاولوا انكم تضخموا الامور. هيك بنكون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله اعلم يا رضا الله ورضا الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اترككم في رعايه الله وحفظه. الى اللقاء